ايه ده؟ ارفع ايدك انت وهو. انتوا مين؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ ده حفل استقبال يا مهران. مين؟ صقر. تعال اوريك حفل الوداع. لازمتها ايه الدخلة دي بس؟ ما انا كنت اجيلك لوحدي. اتجننت يا انت وهو؟ انا مش هرحمكم. حسابك هيبقى كبير معايا قوي يا صقر. ايه ده؟ غالية؟ لو انت لسه عايشة ربك لما يريد بقى يا مهران. كله سلف ودين. شفت اخرتها؟ اديك مرمي تحت رجليا زي الكلب. مهرك تحت رجليك. انا وعدتك وعد الحر دين. ايه هو اللي وعد الحر دين؟ انتوا خاطفين خروف؟ انا مهران الشيمي. ده كام؟ انا لو عليا يا كلب ما تدخلش ذمتي بثلاث قروش. بس الست غالية طلبت راسك وهي اللي تؤمر. ست غالية. ست غالية؟ دلوقتي بقيت ست غالية؟ يا اخي ده انا رحت لك لحد عندك بوست ايديك عشان ترحمني وترحم ابويا. زلتني وكسرت نفسي. حسستني ان زبالة ولا ليا اي قيمة عشان خسيس وقليل الاصل. ست غالية حقك عليا. انا محقوق لك. ابوس ايدك. شفت يا مهران الدنيا دوارة ازاي؟ القوي في القهوة منه. شفت ولا ما شفتش؟ شفت بس خليك وانتوا احسن مني. احسن؟ ازاي؟ تفتكر يا مهران لو سيبناك تخرج دلوقتي بعد كل ده هتسيبنا في حالنا؟ انت نفسك مش قادر تكذب وتقول انك هتسيبنا في حالنا. عارف ليه؟ عشان غدار وملعون. الحكايه خلصت يا مهران. انت دخلت هنا مش هتطلع حي. العفو والسماحة يا ست غالية. أنا عايز أسألك سؤال واحد. أموري 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 يا ست غالية. دخلت بيتي إزاي وحطيت الفلوس ومكنة الطباعة؟ الواد ميشو اديته فلوس وهو اتفق مع أختك سونا ودخلوا هما الاتنين وحطوا لك الحاجة. أختي؟ طب ليه؟ وإزاي؟ تبعني بالرخيص. مش قادر اصدق. انت كذاب. والله ما بكذب. هو ده اللي حصل. ها عشان كده غرقت فلوسه وفتحت له المعرض صح؟ حصل.